السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عرفنا حضرتك انت. ايه خرجت الشارع بعد فض اعتصام 4 وتخريب الاخوان لمحلات يسر راغب لا والله الشارع بقالنا فترة كبيرة جدا مبقاش فيه استقرار، بقالنا فترة كبيرة مشفتش مظاهرات. الحمد لله الجو الشارع اتحسن عن الاول بكتير، يعني مفيش اي مشاكل خالص. والمحلات اللي تم تخريبها في المنطقة؟ يعني اصحابها بيبداوا يجددوها من تاني وحلوها على رجليهم من تاني ومفيش اي مشاكل، بقالنا فترة كبيرة مشفتش مظاهرات هنا في الشارع نهائي، يعني اكتر من شهرين تقريبا.